خلي بالك مفيش حاجة اسمها هاف هانجري، مش هينفع، الاتنين دول مش راكبين ورا بعض. الصح بتاعها ان هاف غلط، الصح هانجري. تمام، يبقى if I am hungry، انا لو انا جعانة تمام هعمل ايه بقى؟ انا عايزاكي تقوليها لي بقى كلها على بعضها يا رودي. طب انا اقولها وتقوليها انت، خلاص انا هريحك. if I am hungry، انا لو لا جعانة. عادي، انا عايزه بس الرقم البيتشو عشان افتح الكتاب. طيب دخل عليك، افتحها لك تاني ولا انت هتفتحها من عندك؟ اهي لا هي كانت 149. تمام. If I am hungry, I'll have a snacks. I will have a snack. تمام. If I am hungry, I will have a snack. لو انا جعانه انا هعمل ايه؟ هاكل الوجبه بتاعتي، هاخد وجبه سناك. تمام. طيب كان عندك نمبر 1 migrating birds fly very migrating birds fly very long distance. مش عارفه انا كنت ليه عاملها لك غلط، يمكن كان قصدي ايه مش عارفه. ايكو تورists take care of the environment، صح تمام. ونمبر 1 برضو انا هعملها لك صح تمام. يبقى هي كان عندك نمبر 2. طيب استني كده اطلع اشوف الواجب بس، صح كده يعني، صح كده، هم دول بس اللي كانوا غلط. تمام حلو جدا. والصفحة التانية طبعا انت عملتيها لي النهارده، هبقى اشوفها. if she have an exam she لا will ما انا study. بعتها من يومين. طيب بصي يا رودي، دلوقتي if she بتاخد has or have؟ ايه Yes. she has She لحظة كده، she has. برافو عليكي، يبقى ال she بتبقى has. تمام. طيب اللي وراها، لما انا اقول لك هنا if we work together we wouldn't achieve our goal، احنا لو اشتغلنا مع بعض مش هنحقق الجول بتاعنا، الهدف بتاعنا. طيب انا هنا عايزه not work، خدتي بالك انا عايزاها not work. نمشي واحده واحده، القاعده دي قاعده ايه يا رودي؟ If حلوة قوي. احنا that قلنا if didn't we work, didn't work, didn't work. if we مش didn't، لان didn't انت حطيتيها في الباست، احنا عايزينها present. البريزنت تبقى ايه؟ Doesn't. yes sorry don't، عشان we هتاخد don't مش تاخد does. يبقى if we don't work together، احنا لو مش اشتغلناش مع بعض we wouldn't achieve our goal، مش هنحقق الهدف بتاعنا. يبقى هي الفكرة كلها كمان في الايه، ازاي تطبقي البريزنت سيمبل صح، ازاي نطبق ال present simple صح. تمام ماشي يا اوكي رودي. how are you عمر؟ هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايزين بقى ايه، نفتح الكتاب بتاعنا. خلاص نفتح الكتاب بتاعنا. Just minute. فين الكتاب؟ عمر please.
open switch off switch on the mic. انت موجود ومش موجود، مش واخد بالك ان المايك مقفول؟ طيب احنا طبعا خدنا الجزئية دي وكنا شرحنا اللي هي قاعدة اف، بس كنا تقريبا عدينا قبلها جزء، احنا عايزين نرجعه. لا كنا اخذناه بس. انا هشوف بقى، هفتح الكتاب اهو دلوقتي واتأكد الاول قبل ما اكمل. هو الجزئية دي اللي احنا كنا شغالين فيها، اه دي بتاعت جوه. اه كان اللي هو بتاعت البيردز، احنا اخدناها. ما انا عارفه. انا هشوف بقى الجزئيه اللي احنا واقفين عليها يا رودي. اه كنا خدنا البيردز والبروفيب، كنا خدنا ليسن 3 بارت 1 اند بارت 2. كان ليسن 3 كنا وقفنا في واخدنا الجزئيه، ده اه ليسن 3 بارت 1 وبارت 2 كنا وقفنا في الجزئيه دي، افتكرت. طيب هو احنا عن النهارده دراية الليسن، ايوه أبلوم. ليسن 4. طيب بس خلي دي بس كده تتحرك كده شويه. يبقى احنا عندنا النهارده ايه؟ ليسنز 4 تمام. ايه بلوج؟ ايه بلوج دي اللي هي المدونه، تمام ماشي، المدونه أنا دي. قرأتها وحليت عليها. طيب تمام، خليكي بس برضو معايا. عندي تعالي كده، طالما انت قريتيها تعالي اقري الكي فوكابلري. يلا يا رودي. flood and dry. لا لحظة، dried drought. drought اللي هو الجفاف، drought تمام. يبقى انا نطقت الدرات الدي ار تمام، والاي يو والتي drought، ما نطقتش اي حاجه في الجي اتش. اسمها ايه؟ drought اللي هو الجفاف تمام. عندي يبقى flood اللي هو الفيضان، وعندي الدرات اللي هو الجفاف، الاثنين opposites لبعض. عندي سكوبا دايف اللي هو يغوص، وذا راس محمد ناشونال بارك اللي هي محمية راس محمد، هابيتت ماوتن أو مسكن تمام. يبقى فلود، دروت، سكوبا دايف، ذا راس محمد ناشونال بارك، وهابيتت. يلا يا رودي بليز ريد. flood there dried دروت دروت drought scuba dive habitat the Ras Muhammad natural park ناشونال مش ناتشورال، ناشونال بارك تمام. national طيب park. عندي الاكسترا فوكابولري، عندي بلانيت كوكب، كلايمت تشينج اللي هو التغيير المناخ، شارك اللي هو اسماك القرش، وعندي كوزس اللي هي اسباب، والنايل دلتا، دلتا النيل. بلوج مدونة، مدونة الكترونية. جاردن بوكس اللي هو الاحواض الزراعية، جاردن بوكس. فورست غابة، effects تأثيرات، fires حريق، bright لامع، locals السكان المحليين، space اللي هو المكان المساحة الفاضية، Sinai peninsula اللي هي شبه جزيرة سيناء، اسمها ايه؟ Sinai peninsula. وعندي visitors اللي هم زائرين تمام. يلا please read يا رودي. Planet, climate change, chart, choices, Nile بوزيس Delta, بوزيس causes, Nile Delta, block, garden box, forest, effects, fire, bright, local space, سينا بلنسلا سيناي. سيناي اول حاجه، سينا ان انجلش بنقولها سيناي، شبه جزيره ساينا سيناء بلنسلا سيناي بنينسولا.
ساينوي بنينسولا. يس visitor تمام. طيب conjunction of verbs عندي recycle، تمام، اللي هي إعادة التدوير، ال past بتاعها تبقى ايه؟ recycled تمام. waste، wasted allow، allowed drop، dropped plant. planted تمام. important expressions and prepositions make sure، يعني يتأكد من حاجة. sea life، الحياة البرية. cut down، sorry، الحياة البحرية. sea life يبقى الحياة البحرية. cut down يقطع، وfamous for مشهور بيه. تمام. طيب عندي كلمة بقى ايه؟ يبقى habitat هو is a place where an animal or plant lives، هو المكان اللي الحيوانات أو النباتات بيعيشوا فيه، يبقى هو الإيه؟ الموطن. يبقى habitat يعني إيه؟ الموطن. تمام. عندي main points on listening and reading text، إيه عندي النقط المهمة؟ we should try to protect animal habitat، يجب علينا إن إحنا نحافظ على مسكن أو موطن الإيه؟ الحيوانات. animals are part of our planet، الحيوانات ديت إيه؟ جزء من الإيه؟ الكوكب بتاعنا. When a habitat is healthy, lots of animals can live in one place. لما الموطن بيكون صحي، كثير من الحيوانات بتقدر تعيش فيه. When people learn about wildlife, they want to protect it. لما الناس بتتعلم عن الحياة البرية، بيعملوا إيه؟ They want to protect it، بيبقوا عاوزين يحموها. تمام؟ طيب، تعالي choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, are very dangerous sea animals. Sharks. تمام، shark. Time number two. Earth is the we live in تمام، يبقى هي shark. habitat. Earth is the Planet. planet. تمام. Because of Because many plants died as they couldn't get enough water. بسبب ايه؟ كثير من النباتات died، ماتت. As they couldn't get right enough water. right Yes. Drought. تمام. Drought. اللي هو الايه؟ What the meaning of drought؟ okay. تمام. We should paper and plastic to look after the environment. Recycle. Recycle. تمام. أنا عندي هنا، خلي بالك، عندي ده ال إيه؟ الإلكترونيك بلوج، البلوج، المدونة الإلكترونية. تمام. دي مدونة إلكترونية، فعندي كده شوية كلمات مكتوبين فوق، صح؟ عندي ايه الكلمات اللي مكتوبة؟ ايه الكلمة دي يا مايا، يا رودي؟ Home. We add archive. الكلمة دي بقى بتتنطق ازاي؟ اركيف، اركيف، اركيف. يعني ايه بقى؟ يعني ارشيف، اللي هي بالعربي بنقولها ارشيف. يبقى السي كي اللي هنا دول، استني كده، يبقى السي كي اللي هنا دول انا نطقتهم ايه؟ كده لا، نطقتهم كده، قلتها ايه؟ اركيف، اركيف. تمام. يبقى نطقتهم، نطقتهم ان هما الاتنين السي اتش مع بعض، هنا نطقتهم حرف الايه؟ حرف الكي. تمام. يبقى خلي بالك عشان هي ما اسمهاش ارشيف، ناس كتير جدا، عشان هو بالعربي اسمه ارشيف، فناس كتير جدا بتيجي بالانجلش تقول ارشيف، هو اسمه اركيف، اركيف. تمام. وعندي كونتاكت، كونتاكت اللي هم كونتاكت الناس اللي باك يس اللي هم ايه؟ باك لا انا اجين. بقول لك اللي بعدها باك تمام. واللي بعدها باجز، يبقى هوم، اركيف، كونتاكت، باجز. تمام. هنا بيقول ايه؟ هالو، اي ام اروى، بتعرف نفسها، بتقول انا اروى، ويلكم تو ماي بلوج.
ويلكم تو ايه تو ماي بلوج، اهلا بيكو في البلوج بتاعتي. تمام، ويلكم تو ماي بلوج. اي ام رايتنج توداي، انا بكتب النهارده اباوت سمثينج which I think is really important. هي بتكتب عن حاجة هي شايفة ان هو حقيقي مهم. I think we should all try to protect animal habitats. كلنا يجب علينا ان احنا نعمل ايه؟ protect نحافظ على موطن ومسكن الحيوانات. تمام؟ animals need safe places to live. الحيوانات بتكون محتاجة مكان ايه؟ safe، آمن عشان تعيش فيه. find food، توجد الطعام. and look after their babies، وتاخد بالها من البيبيز بتوعها. they are part of our planet، هم جزء من البلانيت بتاعنا، جزء من الكوكب بتاعنا. so we must make sure that the things we do don't hurt them. فبالتالي احنا يجب علينا ان احنا نخلي بالنا بايه؟ ان الحاجات اللي احنا نعملها don't hurt them، ما تأذيهمش، ما تجيب لهمش ضرر. تمام؟ There are lots of different habitats in Egypt. في مصر كثير من المواطن بتاعت الحاجات دي. Such as زي ايه؟ The desert الصحراء، ال sea البحر، ال mountains الجبال، and rivers الأنهار. It's good for everybody if we protect these habitats. هو حاجة جيدة لكل شخص لو احنا protect these habitats، لو احنا حافظنا على هذه البيئات. For example، على سبيل المثال، when a habitat is healthy، لما الموطن بيكون أمان، lots of animals can live in one place، بيبقى فيه كثير من الحيوانات يقدروا يعيشوا في نفس المكان. تمام؟ With good ecotourism، لما بيكون فيه سياحة بيئية جيدة، people can come on wildlife watching holidays. الناس بتقدر تيجي في الحياة البرية، can come on wildlife، يقدروا يجوا للحياة البرية. تمام، watching holidays، مشاهدة الأجازات. هي تقريبا هنا عاكسين حاجة، هما فعلا ازاي عاكسين في حاجة، هم مشاهدة عايزين الأجازات؟ المفروض can come on holidays، بيجوا في الأجازات watching wildlife، يشاهدوا الحياة البرية. This is good for the country and people for the and good for the people. ده بيبقى حاجة جيدة للبلد وحاجة جيدة للناس too. When people learn about wildlife they want to protect it. لما الناس بتتعلم عن الحياة البرية بيكونوا عايزين يحافظوا عليها. تمام. طيب we can all think about things we can do to protect habitats. يبقى كلنا نقدر ان احنا نفكر ونشوف ايه الحاجات اللي نقدر نعملها علشان protect، نحمي ال habitats دي، البيئات دي. For example، على سبيل المثال، we mustn't waste water or drop litter. يبقى we mustn't waste water، يجب علينا ان احنا من ايه، ما نهدرش في المية. تمام، او ان احنا ايه، drop litter، نلقي بالقمامة. we can recycle paper، نقدر نعمل ايه، نعمل اعادة تدوير للورق، recycle paper so people don't cut down trees. فبالتالي الناس مش هتضطر ان هي تعمل ايه، تقطع الاشجار. تمام، we can also plant flowers and plants، نقدر نزرع زهور ونزرع نباتات. people there these because there are great for birds and insects. دي حاجة بتبقى جيدة للطيور والحشرات. You don't need a lot of space. مش محتاج مساحة كبيرة. Here is a garden box. ممكن يبقى عندك كده اللي هي الحوض الزراعي. I made for my new window. أنا عملته للشباك بتاعي. تمام؟ يبقى هنا هي ادت example لل environment وازاي نحافظ عليها علشان protect habitats، نحافظ على المواطن للحيوانات. طيب أنا عندي هنا إيه؟ writing skills. كلمة إيه؟ هنا بيقولك to write a blog about a habitat you should find out. تعالي بصي، أنت محتاجة إيه؟ أنت عشان تكتبي إيه بلوج مدونة عن ال habitat، الموطن أو المسكن، you should، يجب عليك find out، توجدي which animals or plants live there،
ايه الحيوانات او النباتات اللي هتعيش في المكان دوت؟ How can we help it؟ ازاي ان احنا نقدر نساعدهم؟ What problems this habitat has؟ ايه المشكلات اللي الهابيتات دي الموطن دوت فيها؟ ايه المشكلات اللي عند الموطن ده؟ تمام، هنستخدم ايه؟ هنستخدم كلمة they because و so and but و must و mustn't. Because يعني ايه يا مويا يا رودي؟ كوز السبب تمام، علشان اللي هي بمعنى علشان، so اللي هي لذلك، and و but ولكن، must يجب، and mustn't لا يجب. تمام، because or so to explain causes and effects. خلي بالك هو بيقولك ان انت هتستخدمي كلمة because او so، كلمتين دول علشان تشرحي ال causes اللي هو الأسباب وال effects التأثيرات بتاعتها. اوكي بنقول ايه؟ animal habitats are damaged. تمام، ده التأثير اللي هي بنقول ايه؟ مواطن الحيوانات are damaged، متضررة. ليه؟ because there are floods. يبقى انا بعد كده قلت لك because علشان، تمام، علشان ايه؟ علشان في فيضانات، because there are floods، في فيضانات. يبقى انا قلت الاول التأثير خلاص، وبعد كده قلت الايه السبب. trees are aren't cut down. Trees aren't cut down. ليه؟ because we recycle paper. احنا بنعمل إعادة تدوير للورق. فخلاص احنا مش محتاجين ايه؟ trees aren't cut down. ما بنقدرش ايه؟ مش عايزين ايه؟ نقطع في الأشجار. طب انا لو عكست بقى وقلت الكوزس الاول السبب الاسباب وبعد كده قلت سيرات، يبقى مش هستخدم بيكوز، هستخدم سو اللي هي ايه؟ we grow plants and flowers، احنا بنزرع النباتات والزهور. so لذلك birds and insects have food. لذلك عندي ايه؟ عندي طيور وحشرات عندها أكل. تمام، a habitat is safe and healthy. ال habitat الموطن ماله؟ ال habitat is safe and healthy، آمن وصحي. so لذلك lots of animals can live there. لذلك كثير من الحيوانات يقدروا يعيشوا فيها. طيب كلمة must و mustn't، خلي بالك must يعني يجب و mustn't يعني لا يجب، وقلنا بنيجي بعدهم بنحط ال ايه؟ بنحط بعد must و mustn't بنحط ايه؟ بنحط الفيرب بتاعي في الايه؟ في الانفينيتيف. يبقى احنا بنستخدم say we، بنستخدم we use must و mustn't to say what is important عشان نشوف نقول الأهمية. We mustn't waste water. احنا يجب علينا ان احنا ما نعملش ايه؟ نهدر في المية. خلاص؟ طب انا لو عايزة example ل mustn't، انا عايزة حد يديني example ل mustn't. ايه سوري، اديني example ل must. هو خلاص حاطط mustn't، انا عايزة example ل must. We must لحظة واحدة جميل. اوكي، We must protect the habitat. تمام، we must يجب علينا ان احنا نحافظ على الايه؟ على الموطن. We must protect the habitat. تمام، كلمة and to link ideas. هو قال لي خلي بالك ان انا هستخدم and عشان اربط بين الافكار. We saw turtles, pelicans and lizards when we went wildlife watching. لما احنا رحنا نشاهد الحياة البرية شفنا ايه؟ ال turtles وال pelicans وال lizard. ال and دي اللي هي معنى و بس بتتحط قبل الكلمة الأخرانية بس.
طيب but to show contrast. but احنا بنعمل ايه في but؟ بتوريلك او بتعرضلك ان في تضاد في الفكرة شوية. ازاي؟ this is a beautiful river. النهر ده نهر جميل. but there is a pollution in it now. ولكن في تلوث فيه دلوقتي. يبقى انا بقول هنا ايه؟ contrast. عملت contrast في ال ideas ان النهر جميل ولكنه في ايه؟ في pollution now، في تلوث دلوقتي. يبقى دلوقتي المفروض انا خدت because so و must وال mustn't وال and وال but. you can add photo. بيقولك remember you can add photo to your blog to make it more attractive. لو عايزة المدونة بتاعتك تبقى attractive، شيقة وجذابة، بتعملي ايه؟ بتعملي add photo، بتضيفي بعض الصور. the blog usually give the writer's opinion about something. البلوج ده دايما بيدي للكاتب الرأي، رأيه ان هو يكتب رأيه او بيكتب فيها، بنكتب فيها رأي الكاتب about عن something، شيء ما. تمام. دايما في البلوج we should use، دايما بنستخدم كلمة ايه؟ the personal pronoun اللي هما ايه؟ I and we. ليه؟ لأن هو دايما بيتكلم عن نفسه، فلازم بيكتب يا I يا اما لو معاه مجموعة هيقول we. طيب دي ذا راس محمد ناشونال بارك، محمية راس محمد. بتقول ايه؟ ذا راس محمد ناشونال بارك on the Red Sea is a fantastic area for local and tourists to visit. The beautiful area on the Sinai Peninsula is famous for its sea life, warm water and amazing weather. People come from all over the world to snorkel and scuba dive here. بنتكلم على محمية رأس محمد. Where is، أنا هسألك سؤال، خلي بالك، Where is رأس محمد National Park؟ In the Sina Peninsula. تمام، Sinai Peninsula. تمام، احنا قلنا عموما هي on the Red Sea، على البحر الأحمر. It's a fantastic area، هي من المساحات أو الأماكن الرائعة for locals and tourists to visit، للناس السكان المحليين والتورست السواح يزوروها. This beautiful area on the Sinai Peninsula is famous for its sea life، مشهورة بإيه؟ بحياة البحر، الحياة البحرية. Warm water، المياه الدافئة، and amazing weather، الطقس الرائع. People come from all over the world، الناس بيجوا من كل أنحاء العالم عشان يعملوا إيه؟ To snorkel، يعملوا إيه بقى؟ snorkel. What the meaning of snorkel؟ السباحة تمام، اللي هو الغطس، and scuba dive، الاثنين انواع من انواع الغطس. تمام، بيجوا من كل انحاء العالم علشان يعملوا snorkel and scuba dive. تمام، you can see coral reefs and lots of brightly colored fish. هناك هتقدر تشوف ايه؟ الكورال ريفز، الشعاب المرجانية، and lots of brightly colored fish، وكثير من الأسماك ذات الألوان الرائعة أو الألوان الزاهية. تمام، and maybe sharks، وربما كمان تشوف الإيه؟ القرش. There is lots of other wildlife، في كثير من الحياة البرية الأخرى too، and it's a great place for bird watching، مكان رائع لإيه؟ لمشاهدة الطيور. The national park is protected. المحمية، the national park is protected، تعتبر هذا المكان يعني محمية. And people are allowed to visit، الناس مسموح ليها إن هي تروح تشوفها because it's so beautiful، هي جميلة جدا. Lots of visitors come and ride boats، كثير من السواح بيجوا يركبوا الإيه؟ بيجوا يركبوا المركب or swim and snorkel in the sea، أو يعوموا أو يغطسوا في البحر. تمام، اوكي. طيب لو احنا هنا اتكلمنا what are visitors do، بس يا عمر، عمر تلعبش. what are visitors do، what are visitors do، بيعملوا ايه ال visitors on رأس محمد، أو what are activities، إيه هي ال activities visitors can do at رأس محمد؟
lots of visitors come and ride the boat or swim and snorkel in the sea. تمام، يقدروا ييجوا يركبوا المراكب او يعوموا او يعملوا سنوركل ان ذا سي. طيب listen and circle the correct answer. مش هينفع نعمله، خلينا في التاني. choose the correct answer from A, B, C or D. fires can damage animal. Place space مش place space fires can damage animal. لا، ولا فلود ولا سبيس. اري كل habitat الاختيارات. habitat habitat. habitat. تمام أنا ما قلتش فلود أصلا. تمام يمكن كنتش بتقريهم ولا حاجة. don't down trees to save animals. What? yes طب just a minute. تمام. we ماشي. can flowers and plants to help animal habitat. Plant. تمام. we can plant flowers and plants to help. مس التحذير yes اللي بيقولك على الشاشة دلوقتي ده بيقولك ان اللاب هيفصل. اه ما انا خدت بالي. تمام طيب هشوف كده، هو ممكن اصلا ما يفصلش لحد ما نخلص. لا هيفصل. طيب خلاص هشوف الكهرباء. you can do a lot of water activities like scuba in Egypt. you can do a lot of water activities like scuba. دايفنج yes just a minute بقى، هيوصلوا بال electricity. just a minute. Yes, I'm with you. تمام. سلام يا مصر. طيب عايزين بقى read and complete the text with the words in the box. تمام. هنا بيقول ايه؟ there are الأول عندي الكلمات ال words عندي protect wildlife mountains place damage. there are lots of different habitats in Egypt such as deserts seas. Mountains. تمام، يبقى number one mountains. تمام، and rivers. it's good for everybody. في these habitats هتبقى جيدة جدا لكل شخص. if we these yes protect these habitats. for example when a habitat is healthy، لما المسكن أو الموطن بيكون صحي، lots of animals can live in one. كثير من الحيوانات تقدر. Place. yes again Place. place. تمام. ايه سوري. with good eco tourism people can come on wildlife watching holidays. people Wildlife. تمام. people can come on wildlife watching holidays.
اه هم برضو عاملين اللي هي يعني الناس يقدروا ييجوا في اجازات يشاهدوا الحياة البرية. This is good for the country. حاجة جيدة للبلد. And good for people too. جيدة للناس ايضا. When people learn about, لما الناس بتتعلم عن ايه, they want to protect it. لما الناس بتتعلم عن ايه بيحاولوا ان هم protected يحموها. When لأن people learn about, الوايلد تمام, wildlife. لما الناس بتتعلم عن ال wildlife يبدأوا ان هم ايه protected. تمام. طبعا number four homework, تعالي نحل number five. انا عندي there are, هبدأ ب there are. There are يعني يوجد. يوجد ايه؟ there are lots of تمام, there are lots of, different habitats in Egypt. تمام, there are lots of different Habitats. habitats in Egypt. تمام. Number two, animals. Animals need Yes. safe place to Safe live. place. برافو عليك. يعني الحيوانات محتاجة مكان آمن علشان تعيش فيه. تمام. Number three, What what does what does, بس ممكن habitat احسن. ماشي كملي. have the desert problems؟ لا 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 لا. What does desert the desert The desert. لا ذا هابيتات لا مش ذا هابيتات ذا what does habitat the desert habitat have problem بصي بقى هتبقى ازاي. انا المشكلة انا ما عنديش هنا استيكة. لو عندي الاستيكة الاريسر كنت مسحت هنا نمبر 2. هي الفكرة ايه؟ what problems اكتبيها على السطر اللي تحت. ايه عايز ماشي. انا هشوف هنا هعمل على ظبط نمبر 2. what problems ماشي. يبقى ايه هي المشكلات؟ what problems does, تمام, the desert habitat have. يبقى what problems, ايه هي المشكلات that the desert habitat have, اللي عند البيئات او المواطن الصحراوية, ايه هي المشكلات بتاعته. تمام. طيب read and write the correct form of the words. عندي we wanted to clean up the beach. تمام. احنا عايزين نعمل ننظف الشواطئ. There was trash on it, لان في قمامة كتيرة. نقول ايه بقى الصح؟ but لا مش بط. ما هو احنا مش في كونتراست. بط دي اللي بنستخدمها. because تمام. because خلي بالك هقولك على حاجة كمان, معلومة مهمة على بط. ثانية واحدة كده بصي. بصي بقى يا رودي, بات بصي هتبقى باينة أكتر عندك في الكتاب عشان احنا شخبطت عليها شوية. دايما كلمة بات فيها كومة صغيرة قبلها. تمام. يبقى بات من الكلمات اللي احنا بنحط لها ايه, كومة صغيرة كده قبلها, تعرفي على طول ان دي بات. خلاص. لما دي فهنا ايه, عندي برضه يعني طالما ما حطيناش الكومة الصغيرة دي فعرف ان هي مش بات. بصي هنا لما في عرف اللي انها مش تحتها بط. هتبقى and هتبقى and and تمام. we saw turtles, pelicans and lizards when we went wildlife watch. تمام يا روج. تعالي نخش على التست. تمام. choose the correct answer from A, B, C or D. when people, the environment, they want to protect it.
destroy. لا destroy، اه destroy يعني يدمروا، لما الناس بتدمر البيئة بيبقوا عايزين ان هم بيحموها، لا مش بيدمروها وبعد لا كده بيحموها، لا respect. تمام. respect when people respect the environment they want to protect it، لما الناس بتحترم البيئة بيبقوا عايزين يحموها او يحافظوا عليها. ecotourism is more than traditional tourism، السياحة البيئية هي أكثر إيه من السياحة التراديشنال التقليدية؟ اللي هي رقم ايه اللي هي تمام، هننطقها إزاي بقى؟ sustainable. تمام، sustainable، sustainable، sustainable means مستدامة، يعني الإيكو توريزم is more sustainable than traditional tourism، أكثر استدامة من السياحة التقليدية. يعني إيه sustainable؟ يعني بحافظ بيها على البيئة. We mustn't swim here because there might be crocodiles. crocodiles. تمام. Many birds to find warmer weather in winter. migrate. migrate. تمام. طيب read and complete the text with the words in the box. عندي water, birds, recycle و plant protect. تمام. With good ecotourism people can come on wildlife watching holidays. This is good for the country and good for the people too. When people learn about wildlife they want to eat. لما Protect. الناس yes want they want to protect it. We can all think about things we can do to protect habitats. احنا لازم نفكر او احنا نقدر نفكر في الحاجات اللي تقدر تحمي لنا البيئة. For example، على سبيل المثال، we mustn't waste or drop litter. يجب علينا ان احنا ما Recycle. نعملش نعمل ايه؟ لا لا نعملش ايه ويست ايه؟ بلانت اور دروب ليتل. waste water، ما نعملش ايه، ما نوسخش الميه، اوكي or drop later او نرمي قمامه. sorry دي number 2. we can paper so people don't cut down trees. نعمل ايه في الورق فالناس ما تبقاش مضطرية، او يعني لذلك بتعمل ايه، تعمل cut ريسايكل down recycle. تمام. ريسايكل We also flowers and plants because they are great for birds and insects. Number 4. وي اوف بلانت. تمام، plant. Number 4 plant. Excellent. Number 4 homework. يلا يا رودي، put the words in the correct order to make sentence. You لا زاد بسالمة ال you yes. can تمام. see yes. to fix refix coral reefs، you can see coral reefs اللي هي uncle الشعاب المرجانية. dirty. تمام، at the Red Sea. Number 2 Sinai Peninsula. Is a great place
for تمام. watching صح for زي ما انت قلت. watching birds. Number 3 ايول. We travel تمام. we will travel. a boat in a boat. along the Nile. تمام. along the Nile. Number 6. You mustn't finish your homework before going out to play. تمام. قبل ما تروح Must تلعب لازم تخلص الواجب بتاعك. يبقى هنا الصح ايه؟ must تمام. must. if you If you not play too many video games, you will be healthy. دي قاعدة if. If present simple will infinitive. هو حاطط لي ال will في ال infinitive. عليا الناحية التانية أحط ال إيه ال verb ده في ال present simple. بس قال لي خلي بالك إن أنا مش هتحطيه في ال present simple كده وخلاص، ده أنت هتعمليه كمان in the negative عشان كلمة not. If you Yes. don't play برافو عليك. يبقى النيجاتيف لما يكون في البريزنت سامبل. ثانية صلاح. يبقى النيجاتيف في البريزنت سامبل هستخدم كلمتين، يا doesn't قبل الفيرب يا don't قبل الفيرب. مين اللي هياخد ال doesn't ومين اللي هياخد ال don't؟ اللي هياخد doesn't بالعكس don't اللي Yes. هياخدها I we all day تمام. I, you, we, they هياخدوا don't. برافو عليكي. مين هياخد ال doesn't؟ he or she it برافو عليكي يا رودي. وبكده احنا خلصنا يونت 10 وهنخش كمان دلوقتي على يونت 11 لان لسه في 9 دقايق. تمام. how can I help؟ هنا بيقول ايه؟ how can I help؟ ازاي اقدر اساعد؟ what do you want to help؟ why do you want to help؟ انت ليه عايز تساعد؟ فانا عندي هنا الكي فوكابلري او عندي الكي فوكابلري. اول كلمة اسمها charities. charities دي الجمعيات الخيرية. بس الكلمة دي in the plural form في الشكل بتاع البلورال. انا كده جمعاها. طب السينجلر بتاعها يبقى ايه؟ singular بتاعها yes surety. تمام. يبقى هي كانت surety جمعية. تمام. ولما جينا عملنا لها plural شلنا ال y وحولناها لإيه؟ ل I E S بقت charities. تمام. يبقى ال singular بتاعها charity جمعية وال plural charities. يبقى أنا عندي charities، عندي vegetable garden حديقة خضروات أو حديقة نباتية، عندي kinder garden اللي هي روضة الأطفال، وعندي community مجتمع. تمام. يبقى charities vegetable garden kinder garden community. تمام. يلا يا رودي please read the key vocabulary. Churches, vegetable garden, tender garden, community. تمام. طيب عندي ال extra vocabulary skills difficult particular toys safer alone. skills اللي هي المهارات، difficult صعب، particular حاجة خاصة،
تويز ألعاب سيفر أمان أو أكثر أمانا يعني، وألون بمفرده. يلا يا رودي اقري الإكسترا فوكابري. Can difficult particular toys safer on online ألون، تمام. alone organization منظمات أو منظمة، paintings رسومات ولوحات، habitats بيئات طبيعية، وفريش طازج، وneighbors اللي هما الجيران. يلا يا رودي. organization painting Blending habitat fishes neighbors neighbors night جيران. please raise your voice. okay طيب conjunction of verbs عندي donate اللي هو يتبرع، participate يشارك، support يساند، volunteer اللي هو يتطوع. تمام. طيب يبقى ال past بتاع donate Donated, yes، participate، participated, support، supported, وفولنتير. volunteered. تمام. عندي join ينضم، decide يكرر، وترين يتمرن أو يتدرب أو يمارس. تمام. يبقى الباست بتاع join يبقى إيه؟ Join. تمام. decide Decided. وترين Training. trained. important expressions and prepositions. take part in يعني بيشارك في حاجة. at first في البداية. get better يتحسن. keep out يعني يساعد. help, sorry help out يساعد. kind to عطوفلي. give something away يعني يتبرع بشيء ما. a bit nervous متوتر قليلا. look forward to يتطلع إلى. start up يبدأ. after school club اللي هو النادي اللي بعد المدرسة. تمام. يلا يا رودي please read important expressions. Take part in at first, get better, help out, find a find to give something away, but nervous, look after for word to start up after school club. تمام. عندي بقى ال definition. عندي support. what the meaning of support؟ كانت support كانت ايه؟ support يدعم أو يساند تمام. يدعم، to do something that help a particular person or group. تعملي حاجة تساعدي بيها شخص معين أو مجموعة. participate to take part in something اللي هو بيشارك في حاجة. volunteer قلنا volunteer اللي هو بيتبرع. to do a job or activity and not to take any money for it اللي هو واحد بيعمل نشاط أو شغل ما وما بيتقاضاش عليه أي أجر، يبقى هو إيه؟ volunteer، تبرع. إيه سوري، يعني عارفة اللي هو متطوع، مش يتبرع، متطوع. donate هي اللي يتبرع. donate to give something away to help a person or organization اللي هو بتتبرعي بشيء ما عشان تساعدي شخص أو تساعدي الorganization كلها، المنظمة كلها. طيب عندي main points on listening. تعالي نشوف كده ال main points اللي عندي. عندي at school we started a project called community help. يعني في المدرسة احنا بدأنا مشروع كان اسمه community help اللي هي مساعدة المجتمع. some people wanted to start a vegetable garden. بعض الناس عايزة تبدأ الايه؟ مشروع اللي هو الحديقة النباتية. some people volunteered to help clean trash from the river. some people بعض الناس volunteered اللي هم تطوعوا to help عشان يساعدوا في ان هم clean trash from the river، ان هم ينظفوا القمامة من النهر. I started an after school club to teach the younger children football skills. I started انا بدأت مشروع اللي هو نادي ما بعد المدرسة to teach عشان اعلم ال younger children الاطفال الصغيرين football skills المهارات لعب كرة القدم. تمام. يبقى هنعمل دلوقتي pop quiz on vocabulary.
speaking and writing are important in English language. يبقى ال speaking وال writing هما ايه في ال في ال English language؟ الكتابة والتحدث من الحاجات الايه الهامة في ايه في ال في ال في لغة الإنجليزية. يبقى important في ايه؟ programs, devices, games, skills. programs No. بصي يا رودي، are important skills من المهارات الهامة. Speaking and writing are important skills in English language. من المهم ان انت تكون عندك مهارة الكتابة والتحدث في اللغة الإنجليزية. تمام؟ علي was angry because he couldn't part in the football match. take part in تمام، take part اللي هي يشارك في الفوتبول ماتش. تمام، number three we heard for the school concert so everyone liked it. اللي رقم ايه؟ 3 يا رودي، ايه؟ we heard for the school concert so everyone liked it. ريبيرت trained trained يعني اتمرنا، trained hard اتمرنا جامد في حفلة المدرسة، concert حفلة المدرسة، علشان كده هي عجبت كل واحدة، كل شخص، اللي هي احنا ايه اتمرنا جامد فيها. Many kids like there because they play and learn using there. كل الأطفال بتحب ايه علشان هما بيلعبوا وبيتعلموا حاجات جديدة فيها. يبقى ايه؟ ال university مثلا. كندر كندر أيوة، kinder kinder garten kinder garten kinder garten garten. تمام يا رودي، يبقى احنا كده خلصنا النهاردة الجزئية ديت، وهنقف بالظبط في الحتة دي المرة الجاية ان شاء الله بإذن الله، هنخش على listening و reading بتوع الدرس ده. اوكي، اوكي do you have any questions؟ نو اوكي، يلا goodbye. Goodbye.